الكعكة الصفراء أول فيلم حركة أو كما يقال أكشن ينتج في العراق منذ 3 عقود. هذا الفيلم من إنتاج دائرة السينما والمسرح، انتج ضمن نشاطات بغداد عاصمة الثقافة العربية. الفيلم أخرجه وكتبه طارق الجبوري، متناولا نهاية النظام السابق وما بعدها، حيث يزور العراق تاجر سلاح روسي لبيع نظام صدام قنبلة نووية، وخلال تواجده في بغداد يسقط النظام، فتبدأ المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية مطاردته في بغداد التي اتخذ منها مكانا لإقامته. بلغت تكلفة فيلم الكعكة الصفراء بحدود 500,000 دولار، وهذا الرقم بصراحة هو رقم بسيط جدا لو قيسه بفيلم مثل فيلم الكعكة الصفراء، لأن فيلم الكعكة الصفراء من نمط أفلام الأكشن، أماكن متعددة وممثلين كثيرون. في الفيلم نرى لغة فارسية ولغة عبرية ولغة روسية وعربية وإنجليزية، يعني 5 لغات في الفيلم يتحدث الفنانون. الفيلم عرض في المسرح الوطني، الشاهد الثقافي والفني الذي يعكس حجم الإهمال الذي تعانيه صالات السينما، ويعكس كذلك حجم التحدي الذي يواجهه السينمائيون. فرغم وجود الطاقات والمواهب يغيب الدعم، وإن انتجت أفلام بجهود فردية بعيدا عن الدعم الحكومي فلا صالات سينمائية رغم الأموال الطائلة التي خصصت لبغداد عاصمة الثقافة العربية. السيناريو كان جدا جميل، يتحدث عن حياتنا العراقية، لكن هو ما محمل قصة حقيقية، قصة افتراضية، ولكن فيلم أكشن وجميل وداخل خلقة أجواء داخل بغداد. أخوض أول تجربة سينمائية مع الدكتور طارق الجبوري، وقمت بدور الضابط الأمريكي إيد مع فريق الاستخبارات الأمريكية بالفيلم. جرأة وشجاعة الجبوري أضافت لفرادة التجربة في هذا الفيلم أضافت لها بعد آخر. إذن نخرج بنتيجة أن الكعكة الصفراء هي خطوة في التأسيس وخطوة في المحظور. رغم الجبهات العديدة والظروف الأمنية الاستثنائية التي يعيشها العراق، ما زالت النشاطات الثقافية على اختلافها تجرى على قدم وساق، وما زال العراقيون تواقون إلى الحياة، يواجهون الموت بعرض أزياء هنا وعرض سينمائي هناك، فضلاً عن المنتديات الأدبية، والأهم يبقى وجود جمهور يتفاعل معها. ماجد عبد القادر، العربية.